شوف، المقادير لتحضير هالحلى هو نوع من أنواع المكسرات اللي هو جوز قلب عين جمل. رح نعمل فيه تغليفة زاكية، ممكن تخليه جنب فنجان القهوة أو السادة، ممكن تزيني فيه قوالب الكيك، الحلويات، الآيس كريم، وممكن تخليه كمرتبان ضيافة في العيد. أنا بعمله بالعيد صراحة لوالدي بس بطريقة مختلفة عشان السكري. خلينا نشوف، رح أحكي لكم تفاصيل خلال البرنامج. بسم الله. لتحضير جوز محمص بالعسل والسمسم، احنا بحاجة الى 2 كوب جوز قلب عين جمل منقوع 8 ساعات، لذلك انا نقعته مبارح بالليل. معلقتين كبار سمسم ابيض، 3 معالق كبار عسل، معلقتين كبار سكر ابيض مش بني، البني بتكرمل وممكن ينحرق، ولون الجوز بني، فانا ما بدي اغير لون الجوز. تمام، رح نجيب جوز قلب عين جمل وننزل عليه مي تغمره. صحيت الصبح لقيت المي مختفية، عشان يصير طري على الأسنان مع العسل ما يكسر أسناننا، حط عليه مي وتركين أعين. محلات اللي بتشتغل بالفستق الحلبي والكنفنجية وجماعتنا الطيبين هدول كلهم، إحنا بنعمل هيك بالمكسرات عشان لما تشوفيها بتشوفيها لونها أبيض واضح، وشوفي هي بتقرش بس كمان طرية، فحتى اللي شافها من الزملاء قال لي شو حط عليه، هي نقعيها قبل بيوم. الفستق الحلبي نفس الإشي عشان يقشر معنا ويصير لونه حلو. في ناس بتقلبه قلبة مع المية السخنة، وفي ناس بتنقعه، شايفة كيف صار من جوا وزاك كتير وحبة بتنفش، شوفي كيف الحبة صار حجمها طلع. يفضل انه بهاي الوصفة تجيبي حب الجوز كامل عشان يكون شكله فخم زي التغليف اللي موجودة عند المحل تبع المكسرات اللي ببيعك الكيلو ب 18 دينار. شو التغليفة؟ بسهولة بتصفيه، ما تغسلي ولا اشي، صفيه كتير منيح، وبعدين بتجيبي على عيار السمسم اختياري، اذا ما بدك ما تحطي بزاكي. سكر حبيبات ابيض مش مطحون ومش بني، ما بدك سكر تكتفي بالعسل ماشي بصير. ورح نجيب العسل تمام هيك، وبعدين شو بدنا نسوي؟ بدنا نحركهم مع بعض وننزل عليهم الجوز اللي نقعته وصفيته هيك هالشكل، واخلطهم صح. هلا شو بده يصير؟ رح يسيح معي العسل اصلا، ورح يصير زي اكنه سيرب بالفرن. حمي الفرن على الرف الاوسط على درجه حراره 180، وبعد ال 180 بتضلك رايحه جاي تقلبي فيه، مش تتركيه ضروري. تمام، حنجيب هدول الصواني اللي بحب اشتغل فيهم تعون حلويات، اشي ما يلزق. كل الخلطه اللي عملناها هاي اللي انت شايفتيها كلياتها هلا رح تصير زي اكنها مي، زي اكنها زيت بحراره الفرن، مشان هيك بدك تضلك رايحة جاي تحركيه عشان يغلف حبات الجوز على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة، طلع معانا بهالشكل. طبعا من وين أخذ اللون؟ العسل والسكر الأبيض تكرملوا على حبة الجوز وصار زي اللي بتشوفيه بالمحلات. حطيه على قوالب البيكان، كيكة الجزر، كيكة البهارات، أي إشي هيعجبك كتير، مو شوي كتير زاكي. تمام الكلام. وهلا على السيت اب اللي كان فاضي راح يصير مليان، اذا 180 الرف الاوسط وضلك رايحه جاي حركي. كثير سهله وبسيطه صراحه، بعملها مع قوالب التشيز كيك لونها بني اللي رايحه على لوتس وهيك، حلو بتمسكيهم حبه حبه هورجيكم، وبتصفطيهم او على التارت الميني تارت الصغير مثلا قوالب تشيز كيك، شوفي ما اجملهم. وهيك بضلوا شهر على فكرة ما بيسكر، مشان هيك قلت لك ضلك رايحة جاي، ومفيد جدا اللي بدرسوا الطلاب، اللي رسالة ماجستير طلاب توجيهي، هاي طاقة. هلأ رح نقدمها أكيد بطريقتنا الحلوة، رح أضيف لك إياها. شوفي مش مسكر نهائيا الجوز، مشخص عليه سمسم، تحب تحطي إشي تاني يعني حسب اجتهادك الشخصي، أنا متأكدة إنه رح يطلع معاكم كتير إشي مرتب. حبيتوا تحطوا رشة قرفة كمان بصير، بس هو هيك صراحة بيفكروا الستات يعني البعض بعتوا لي إنهم بيحطوا قطر أو سيرب أو كورن سيرب اللي هو شراب الذرة، لا
ولا حتى قطر ولا إشي ولا إشي، هو العسل بنكسر السكر اللي فيه وبنكرمله مع سكر أبيض وبنحطه على الغاز وبس. هي عملت لكم الطريقة قبل فترة يعني، ذكرت السؤال ومبارح طلعنا بالفكرة. حتى الجوز بتحمر معاك شوي إذا بدك، بصير كتير طيب جدا الصبح مع فنجان القهوة، رهيب جدا جدا، هتنبسطوا عليه. كيف نحفظه؟ مرتبان زجاجي محكم الإغلاق عشان ما يتأثر بأمور الجو اللي موجودة في مطبخك. شايفة؟ كتير طيب، رح تدعو لنا عليه بإذن الله تعالى. حبيتوا تحطوا رشة قرفة كمان بصير، اتفقنا؟ طيب كيف نحفظه؟ هاي رح أورجيكم كيف رح نحفظه. رح نجيب مرتبان زجاج محكم الإغلاق ونحط فيه الجوز. وبحطه هيك عند زوجي بالسيارة مثلا مشان هيك قلت لك زجاج عشان ما يتأثر بعوامل الجو. أو إذا بتحطي له ساندويش، في كتير يعني أنا بحترم هذا الإشي، كتير ستات لابنك يا ستي بلاش، لأي حدا بيعز عليكي تحبي تحطي له، لحفيدك مثلا مقيم عندك إلى آخره، بتقدري تحطي لهم بتبروير. هاي حصة من الطاقة وحصة جدا طيبة من الأشياء الزاكية اللي ممكن أنك أنت تعمليها بالبيت، اتفقنا؟ وبس كتير إشي بسيط وسهل وخفيف ولطيف وصراحة كتير أنيق، والأهم أنه زاكي يعني مش وصفة والسلام. تمام؟ يلا هننظف المرتبان وقهوتنا جاهزة كمان، وقهوة تركية صراحة. يلا هجيب القهوة، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هيك أتوقع معاد والشباب الطيبة على الكاميرات حينبسطوا، لأنه دائما المصور والمخرج أو أي أحد من الفنيين لما بده يستمتع بشغله بيحاول يدور على التفاصيل، لأنه هو اللي بيحبها. وأنا بحاول أعطيهم هاي أنا بحاول أعطيكم هاي التفاصيل حتى تشخص فيها ابن عمي. تمام وبس والسلام ختام. تقدروا تطبقوا الوصفات وإن شاء الله إنها تعجبكم بإذن الله تعالى، وكمان تكون طيبة على قلوبكم.